ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الاجتماع الأول للجنة تكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي للدورة 35، والذي يقام سنويا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. قد تم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات الأولية لكافة الترتيبات المتعلقة بالحفل والذي يقام في شهر ديسمبر لتكريم عدد من رواد العمل والمنشآت والفئات العمالية المتميزة في مختلف مواقع العمل والإنتاج. بهذه المناسبة أشاد حميدان بالدعم الذي يحظى به العمال في البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتشجيعه الدائم لهم في مختلف مواقع العمل، منوها باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعمال البحرينيين وحرصهما على تعزيز المكتسبات العمالية.